مدرعات فرنسية في الطريق باتجاه الشمال. هذه القافلة قادمة من العاصمة باماكو. قافلة أخرى انطلقت من يونو متوجهة إلى مدينة ديابالي التي سيطر عليها المتمردون يوم الاثنين. القوات الفرنسية والمالية تريد استعادة المدينة. ومن المفترض أيضا أن تصل قوات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس للمؤازرة. القادة العسكريون قرروا إرسال 3300 جندي إلى مالي، وألمانيا تعرض مساعدة لوجستية عاجلة لهذا الغرض. يتمثل الدعم اللوجستي بتقديم طائرتي نقل من طراز ترانسال. هذه المساعدة مخصصة لدول إكواس، ونحن مستعدون لنقل قوات هذه الدول إلى مالي وبالتحديد إلى باماكو، ويمكن البدء في هذه الإجراءات بعد توضيح بعض المسائل الفنية. في هذه الأثناء تستقبل المستشارة الألمانية ميركل الحسن واتارا رئيس ساحل العاج ومجموعة إكواس، لكن القلق كبير بشأن الوضع في مالي. أعتقد أن الوقت المتاح أمامنا ضيق جدا، وألمانيا ترى في أمن المنطقة جزءا من أمنها الخاص، وهذا أمر طبيعي لأن الإرهاب في شمال مالي لا يمثل تهديدا لأفريقيا فقط وإنما لأوروبا أيضا. وكما يعتقد الفرنسيون فإن ميركل وواتار يعتقدان أيضا أن التدخل الدولي في مالي سيكون أصعب مما كان متوقعا في البداية. في جميع الأحوال يريد الفرنسيون تعزيز قواتهم القتالية هناك.